ولنقاش ملف استمرار الأحزاب الدينية في العراق لاستغلال المناسبات الدينية بهدف تمرير المصالح وترسيخ الطائفية والفساد، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. كيف يمكن قراءة إصرار زعماء الأحزاب السياسية في العراق على المشاركة في مناسبة عاشوراء رغم الرفض الشعبي لهم؟ هذا بالتأكيد هو قمة الرياء والنفاق بالحقيقة. هم في حقيقتهم هم في الضد من ثورة الحسين. ثورة الحسين كما نعرف مبادئها هي ضد الظلم وإقامة دولة العدل والإنصاف، ولكن هؤلاء بالضبط هم ضد العدل، بل هم الذين أفشلوا الدولة العراقية. هم كانوا حريصون على إفشال الدولة، وأصبح العراق كما نعلم بدون دولة وبدون قانون، وأصبحت بفضل هذه الأحزاب أصبحت العصابات هي المتحكمة في الشارع وهي المتسيدة، ولا يوجد أي احترام ولا أي هيبة للقضاء وللقانون. أما المتظاهرون فهم في بالضد من ذلك. المتظاهرون هم في حقيقة الأمر هم الذين يسترشدون بثورة ومبادئ ثورة الحسين. أما الأحزاب الدينية فكما نعلم هذه أحزاب فاسدة هي التي أقامت ورسخت أركان الفساد في الدولة العراقية، وهي التي زرعت الفساد في كل مفاصل الدولة، وهم الذين يمارسون القتل والظلم ضد أبناء الشعب العراقي ونهبوا المال الدولة. في ظل أزمة وباء كورونا، كيف يمكن للسياسي أن يساهم في الترويج للزيارة ويشارك فيها أيضا بتزامن مع مخاطر تفشي الوباء بشكل أكبر وارتفاع لمعدل الإصابات؟ نعم، هذا دليل واضح على أنهم ليسوا حريصين على صحة المواطن. المواطن بالنسبة لهم لا قيمة له، بالنسبة لهم هم كل الدعاية الزائفة هي أهم ما يريدون. هم يريدون أن يحافظوا على مواقعهم من خلال المتاجرة بالطائفية والمتاجرة بهذه العبارات أو الشعارات الرنانة أو العاطفية التي تخاطب العاطفة أو الأوتار الحساسة في كثير من البسطاء العراقيين. يريدون أن يستنجدوا مرة أخرى برفع شعارات دينية ورفع شعارات ذات سمة طائفية. أما صحة المواطن فهم لا يبالون بها، لأن جائحة كورونا تتطلب عدم التواجد بهذه الصورة المزدحمة في الأماكن، ويجب أن يكون هناك تباعد اجتماعي. هم حريصون على عكس ذلك، ضد من ذلك. المهم أن يحافظوا على المشاهد التي يأملون منها أن يكسبوا عواطف الكثير من العراقيين البسطاء. كيف تفسر ازدواجية السلام والوئام لدى أحزاب السلطة من جهة، وقتل وإخفاء واعتقال المتظاهرين من قبل فرق الموت والميليشيات التابعة لها منذ عام 2003 من جهة أخرى؟ هذه الأحزاب لا توجد أي علاقة بينها وبين السلام الذي تتشدق به أو تدعيه. هذه الأحزاب هي أحزاب مجرمة، أحزاب هي عاشت على قتل، على دماء العراقيين، تمتص دماء العراقيين سواء بالقتل أو بالنهب. نهب قوتهم أفقر العراقيين، رغم أن البلد هو بلد من أغنى بلدان الشرق الأوسط. هم الذين يمارسون عملية القتل ضد المتظاهرين، هم الذين أخفوا المئات بل آلاف العراقيين سواء بعد انتفاضة تشرين أو قبلها. نحن نعلم بأن هناك عشرات الآلاف من المغيبين قسرا منذ بداية الاحتلال إلى يومنا هذا، بالإضافة إلى آلاف مؤلفة من القتلى الذين دفنوا في كثير من خصوصا في منطقة السدة وفي مناطق ديالى وفي كل مناطق العراق. واليوم بدأوا بالتقتيل بقتل وقنص المتظاهرين كما نعلم. انطلاقا من أزمة تفجير برقد الإمام العسكري في سامراء وضلوع إيران، كيف أسهمت الأحزاب الموالية لطهران في ترسيخ الطائفية بالعراق؟ هذه الأحزاب تعتاش على الطائفية كما نعلم، ولا يمكن أن تبقى على قيد الحياة إذا اختفت الطائفية والتنافر الطائفي. لذلك هذه الأحزاب نتوقع في أي وقت من الأوقات أن تؤجج الفتنة الطائفية على هذه الشاكل، على شاكل تفجير مراقد أو إهانة مقدسات دينية تحتفظ بكثير من الاحترام والتقديس لدى طائفة دون أخرى.
ومن اجل ذلك، من اجل ان يثيروا النزعه الطائفيه من جديد والاحتراب الطائفي من جديد ويعتاشوا عليه، لان الاحتراب الطائفي او النزاع الطائفي يؤدي الى تخندق طائفي، وبالتالي يراهنون على ذلك. نحن نتوقع عندما يقترب موعد الانتخابات نتوقع من هذه الاحزاب المجرمه ان تثير الطائفيه مره اخرى كي تستطيع ان تحصد اصواتا ليس مؤيده لها، وانما هذه الاصوات من قبل كثير من الناس الذين يجدون في هذه الاحزاب تشكل حمايه طائفيه لهم. نامل ان ثوره تشرين ستتغلب على كل هذه وستكون اعجل من كل مخططاتهم. هذه الاحزاب يجب ان تسقط نهائيا ويجب ان تجتث اجتثاثا كاملا، لانها عملت في العراق تخريبا منذ بدايه الاحتلال الى يومنا هذا، وهي يجب ان تحال الى القضاء. قياداتها بالذات يجب ان يحالوا على القضاء ويتم الاقتصاص منه. تساءل النائب السابق حيدر الملا عن إصدار طبقة سياسية لبيانات التعزية بمناسبة عاشوراء، وهي التي جعلت العراق متصدرا بالفساد وانعدام الخدمات. إلى أي مدى تعاني العملية السياسية اليوم في العراق من أزمة الثقة؟ أي بيانات تعزية؟ هم الذين يقتلون القتيل ويمشون في جنازته، هم الذين قتلوا كما نوهنا، قتلوا آلاف الناس، آلاف العراقيين الأبرياء وكثير من المغيبين لا نعرفون كانوا على قيد الحياة أم أنهم قتلوا أيضا. هؤلاء مجرمون ولا يحق لهم، لكن هؤلاء كما يقولون يقتلون، كما قلت يقتلون القتيل ويمشون بجنازته، هؤلاء يتظاهرون بمظهر السلام وبمظهر المدافع عن حقوق الإنسان، وهم بالضد تماما بالضد من ذلك. لقد أفلسوا وقد فضحهم العراقيين، ولا يمكن أن يستمروا. هؤلاء لا يمكن أن يستمرون، ويعرفون أنفسهم بأنهم في أضعف حالاتهم الآن، ونهايتهم قريبة، سيسقطون وسيدوس الشعب على رؤوسهم ويتخلص منهم. هؤلاء هم الذين سرطنوا الجسم العراقي، ولا بد من القضاء عليهم قضاء تام. شكرا جزيلا لكم عضو التحالف الوطني المعارض لبيد السميدعي، كنت معنا عبر الهاتف من مالمو.